بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، منذ لحظات أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوطنا، بنقول السادس عشر في مجموع هذه الأشواط، أو شوطنا الرابع عشر، ينطلق خصص للجعدان. نتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين في كل هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة هنا في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز ما شاء الله. ذبي لصدارة الشوط مخلاب عامر بن عبد الله بن عامر العمري مسيطرا على المركز الأول، بينما هنا مصيحان لعلي سلطان ضاعا الغفرلي ما شاء الله، شعار بن ضاعا حاضر أيضا، تمنى التوفيق. بينما اللي في المركز الثالث، اللي في المركز الثالث هناك من الجانب الثاني شعار الحبروت، ولكن يحجز الرقم عني شوي. نعم مايهاب سالم بن عبد الله الحميدي بن تميم. بينما اللي في المركز الرابع ريمان عبد الله بن سعيد بن معيض الدنيادي، وفي المركز الخامس شاهين لسعيد بن سان خلفان بن مينونة، وفي المركز السادس اللي في المركز السادس ما شاء الله سمحون سعيد بن حليس بن راشد بن حليس الكتبي، وفي المركز السابع سرمد لسالم بن سلطان بن محمد أبو نواس، هذا يحمل رقم 16 ولا 11 والله ما أعرف، شعار الملعاي عليه. المهم شعار الملعاي عليه الصلخ ليحيى بن سلطان الملعاي ما شاء الله تبارك الرحمن، شعار الملعاي متواجد هنا على هذا الانطلاق. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة إلى تاسع المراكز، بنقول شاهين لعلي بن محمد سالم بن رشيد، وفي المركز العاشر شاهين حمدان محمد خليفة بن قحيد المهري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، المراكز ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز ذعناها عليكم كاملة مكملة. روح خليل، روح يا خليل دخيلك، روح قدام روح. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز ذعناها عليكم. مخلاب عامر بن عبد الله بن عامر العمري مسيطر ما شاء الله. أب 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 أب. شوف المركز الثاني دخيلك، شوف المركز الثاني تشحل عيونك ما شاء الله، اللي هو القاضي لنايف بن منصور بدحان الهاجري. يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن، روح يا الهاجري، هاجر مع الناموس، هاجر مع الناموس. الحين الله 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 الله، يلا يا التوقيت، بسم الله عليه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء. يا الهاجري تهانينا لمالك القاضي نايف بن منصور بدحان الهاجري، وسلام سلام بنقول تقريبا إلى أهالي المملكة، سعد الله صباحكم وأجواءكم الجميلة. إلى حضرة صورة خط النهائي، المركز الثاني لعامر بن عبد الله بن عامر العمري، المركز الثالث مطر بن عبد الله بن رفيع، المركز الرابع شعار حمدان محمد بن قحيد، المركز الخامس شعار علي الشامسي بن حميد الشامسي. هكذا كانت النتيجة، المراكز دعناها عليكم بالفوائد التمام.